ها هو شهر رمضان المبارك أزف على الرحيل، ها نحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله، كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. والله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه العزيز بقوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وهنا عندما يقسم الحق جل وعلا بشيء فإنه يدل على أهمية هذا الشيء وعلى أهمية الأمر المقسم عليه، فهنا أقسم بالفجر وبليال عشر. والليالي العشر كما قال السادة العلماء هي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وقيل هي العشر الأول من ذي الحجة. وحتى نجمع بين القولين نقول المقصود بالعشر الأيام الأول من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة، وبالعشر ليالي الأواخر من شهر رمضان لأن فيها ليلة القدر. وليلة القدر كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: خير من ألف شهر. تعجب الصحابة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عابد من عباد بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله عز وجل 1000 شهر. تعجب الصحابة فأنزل الله تعالى قوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أن إحياء هذه الليلة في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل خير من عبادة ذلك الناسك العابد الذي حمل السلاح في سبيل الله 1000 شهر، وهي تساوي ما يزيد على 83 عاما. فطوبى لمن استغل هذه الليالي العشر والتي فيها ليلة القدر، استغلها بالصلاة، بالقيام، بقراءة القرآن، بالتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع الطاعة، استغلها بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات وبصلة الرحم وبالعطف على الفقراء والمساكين. طوبى لمن استغل هذه الأيام وهذه الليالي المباركة والتي فيها عتق من نار جهنم والتي فيها مغفرة للذنوب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر أيها الإخوة قد تكون في أول العشر وقد تكون في آخرها، وقد وردت عدة آثار تبين أن ليلة القدر قد تكون ليلة 27 من شهر رمضان، ولكن قد تتغير، قد تتنقل في هذه الليالي. ولذلك الذي يستغل هذه الليالي العشر كلها بالعبادة والقيام وقراءة القرآن والتقرب من الله فإنه يكون قد صادف ليلة القدر. وعندما يصلي المرء العشاء والفجر في جماعة فإنه يكون قد قام الليل. لذلك لنحرص أيها الإخوة على ألا تفوتنا في هذه الليالي العشر ليلة دون صلاة العشاء والقيام والفجر في جماعة، علنا نوافق هذه الليلة المباركة التي تعدل العبادة فيها عبادة 1000 شهر. نعم أيها الإخوة إنها ليلة مباركة وإنها تجليات من رب العالمين على خلقه، جعل لنا سبحانه وتعالى محطات في حياتنا نتزود منها بالتقوى، نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون المرء قد صام هذا الشهر الكريم وقام لياليه وأحيا ليلة القدر فإنه يكون قد حصل على درجة عظيمة عند الله، خرج من ذنوبه نظيفا نقيا كيوم ولدته أمه، يكون قد حصل على عتق من نار جهنم.
فليحافظ على هذه الدرجة التي وصل إليها. لماذا تقفر مساجدنا بعد شهر رمضان؟ ها هي الآن والحمد لله مليئة بالمصلين، ها هم عمارها والوافدون إليها من كل مكان يملؤوها بالطاعة وبالصلاة وبالعبادة، ليس فقط في صلاة القيام وإنما في كل الصلوات. لماذا تقفر هذه المساجد بعد رمضان؟ لماذا لا نستمر على الأقل صلاة الجماعة في هذه المساجد، وخاصة المسجد الأقصى المبارك الذي هو الآن يزخر بالمصلين، يمتلئ بهم في كل جمعة، في كل ليلة، في تراويح رمضان وفي قيام رمضان. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوب المسلمين تحن وتهفو إليه وتعمره طيلة أيام العام، حتى نثبت للعالم أجمع أننا نحن أهل هذا المكان، وأن هذا مسجد، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا نداء لكل مسلم يسمعني: ألا تنسى المسجد الأقصى بعد شهر رمضان، فهو بحاجة إلى عماره الذين يؤمونه ويصلون فيه على مدار السنة، حتى نحافظ عليه، على إسلاميته وعلى مسجديته، وحتى لا نترك مجالا لأعداء الله عز وجل حتى لا ينفردوا به وحتى لا يفعلوا به ما شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما عامرا بالمصلين، وأن يصرف عن مسجدنا كيد الكائدين واعتداء المعتدين، وأن يبقى بإذن الله تعالى شامخا مسجدا قائما لعبادة الله عز وجل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.